السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائي الطلبة في استكمال محاضرات مبادئ الإلكترونيات والشابتر الثاني دايود أبليكيشن، ولا زلنا مع توصيل الديودات، والمرة هذه حناخد توصيل الديودات على التوازي. فتعلمنا في المحاضرة السابقة كيف نوصل الديودات على التوالي وإيش الشروط اللي بنراعيها. اليوم بنشوف موضوع التوصيل على التوازي، وبالمناسبة التطبيقات اللي درسناها لعندي الان اللي هي اللود لاين اناليسيس، السيريز دايود كونفيجريشن، والبارالل كونفيجريشن، كلها تطبيقات اعتمدت على الدي سي باور سبلاي. عندما ننتهي من هذه المحاضره هندخل في الاي سي، فكل التطبيقات اللي جايه سواء هاف ويف، فول ويف، كليبر، كلامبر، كلهم هذه عباره عن اي سي. السبب في انه درسنا الدي سي عشان تقدر تفهم وتستوعب خصائص الدايود بشكل جيد، لانه لما بنتكلم على الاي سي حتكون عندك الجهد اللي داخل على التايود ممكن يحوله فورورد بايس، ريفرس بايس، ممكن يغير في خصائص الدايود بشكل معتمد على الزمن. ففهمنا مع بعض كيف سلوك الدايود في الدي سي، اسسنا حالنا كويس، بعد ذلك حنكمل في موضوع الاي سي. فمحاضره اليوم هي عباره عن مجموعه من الامثله والتمارين اللي حتاسسني في مهاراتي في توصيل الدايودات. لدينا الدائرة الكهربية الموجودة أمامك، عندك اثنين دايود مصنوعين من السيليكون. أول شيء لازم تقرأه في الدائرة الكهربية إيش نوع الدايود الموجود. الدايود من السيليكون مشبوكين على بطارية دي سي فولتج 10 فولت، وفي عندي مقاومة وطالب مني أربع حاجات. المطلوب الأول في نوت، الفي نوت هو الأوتبوت اللي على يمين الدائرة، طالب مني I1 اللي هو التيار اللي طالع من البطارية، طالب مني ID1 وID2. في الحالة هذه أول ما بطلع على الدائرة بدي أحكم على الدايود هل هما في حالة on state ولا off state، أو واحد منهم on والتاني off، لأنه في حالة التوازي بيعتمدوش كتير على بعض، إلا إنهم ابتنين نجد إنه الجهد اللي بيطبق عليهم بيجعلهم في ال on state. وإذا تتبعت اتجاه التيار حيطلع التيار من البطارية، هينزل على الدايود الاول، هينزل على الدايود الثاني، فسهم التيار في نفس اتجاه سهم مين؟ في سهم الدايود. اذا الدايودين الاثنين هم عباره عن ايش؟ عباره عن الاثنين اون. اذا بستبدل باستخدام الابروكسيميت موديل، بستبدل الكاركترستيك تبعت الدايود اللي هو مصنوع من السيليكون، فاذا كان هذا هو الفي تبعت الدايود وهذا التيار، فالابروكسيميت ايش موديل بقول لي؟ عند 0.7 فولت الجهد بيثبت. فهستبدل الديودات ببوتنشال مقداره 0.7، ومن هنا اول مطلوب بدي اجيبه الفي نوت، ودائما اتعود انك تحسب المطاليب حسب تسلسلها في السؤال. فاذا طلعت على الفي نوت هو جهد العقدة اللي هي طرفي الدائرة الكهربية على 0.7 على التوازي، فهدول حيكون لهم جهد ايش؟ 0.7. إذن أول مطلوب بجيبه إنه V نوت هتساوي 0.7. إذن V نوت هتساوي 0.7. طب نيجي الآن للمطلوب رقم 2 I1 هو عبارة عن التيار الذي يتدفق في هذه الدائرة. هذه الدائرة إذا أنت طبقت قانون كيرشوف إيش بقول لك؟ ناقص 10 زائد VR اللي هي I1 في R زائد V نوت V اللي هو 0.7 بيساوي 0. فانت بكل سهوله بتاخذ الاي في ار على طرف وبتودي هذا على الطرف الثاني، فبتصير عندك 10 ناقص 0.7 على قيمه المقاومه، ف 10 ناقص 0.7 على قيمه المقاومه اللي هي 33/100 كيلو اوم، فبيطلع معك قيمه التيار 28 ملي امبير. شايفين ما اسهل الامور كيف صارت؟ طبعا لانه انت عندك الخبره الكافيه في تحليل دوائر كهربيه، فما خدش منك الموضوع اي مشاكل او اي صعوبه. ننتقل الان الى ايجاد I1 ID1 وID2. الدايودين الاثنين مصنوعين من مين؟ من السيليكون، وهما ايدنتيكال، فبالتالي التيار حيتفرع معاهم بالتوازي بالتساوي، فحيكون نصيب كل دايود هو عباره عن التيار الكلي 28.18/100 على 2 حيعطي لك 14.9 ملي امبير. وهي تعتبر طريقه ممتازه جدا حتى تخفض التيار او تحمي الدايود من انه يخش عليه تيار عالي، فبتروح بتوصل على التوازي مجموعه من الدايودات
فبتقلل بتخفض قيمة التيار على نفس مين؟ على نفس الباور سبلاي، على نفس الجهد. نأتي إلى سؤال آخر. عندك ديودين ولكن المرة هذه مختلفان. الأول جرين لايت إميتنج دايود والثاني ريد لايت إميتنج دايود، وهذا عبارة عن ديفايس يسمى البولاريتي ديتكتور. إذا كان الجهد اللي داخل على الدائرة موجب فبضوي أخضر، إذا كان سالب بضوي أحمر. ليش؟ لأنه لما يكون هذا الجهد موجب الأخضر بيكون on والأحمر بيكون off. أما إذا كان هذا سالب، سالب 8 يعني أنت عكست أقطاب البطارية، فهيضوي لك أحمر، فأنت بتعرف في الحالة هذه أنك أنت ماخذ من إيش؟ من السالب. إذا هذا الديفايس إيش بيسموه؟ بولاريتي ديتكتور. إيش طالب منك؟ طالب منك تستخدم هذا الديفايس في إيجاد مقاومة مناسبة لجعل التيار الذي يتدفق في هذه الدائرة يساوي 20 ملي أمبير ولا يزيد عن 20 ملي أمبير. إذا علمت ما يلي، المعلومة الأولى أن البريك داون فولتج للديودين الاثنين 3 فولت. ليش؟ لأنه لما واحد يكون on الثاني حيكون reverse bias، ولما يكون هذا on هذا حيكون reverse bias، فهم الاثنين البريك داون فولتج تبعهم كم؟ 3 فولت. أما بالنسبة ل الافرج تيرن اون فولتج اللي هي الفي كي تبعتهم، التيرن اون فولتج هذا لمين؟ للسيليكون. هذول الاثنين عند اوبو عند 2 فولت. اذا قيمه التيرن اون فولتج تبعتهم عند الاثنين فولت، انهم مصنوعين من ماده ثانيه غير السيليكون اللي هي الجاليوم ارسنايد، وقد يكون فوسفور او اي خليط اخر. اذا نحن امام مساله بسيطه من دائره كهربيه يتدفق فيها التيار من قطب البطارية الموجب، هينزل في المقاومة ثم إلى الجرين ثم إلى الأرضي اللي هو هتكمل الدائرة. لذلك لما باجي بحل هذا السؤال على طول أنا بدي أعتبر إنه هذه طبعا لو أنت جيت ترسمها هذا هترسمه إيش؟ أوبن سيركت. هذا عبارة عن بطارية مغلقة، وبالتالي 8 فولت هذه العقدة هذه في الحقيقة عبارة عن بطارية 8 فولت بهذا الشكل موصلة مع مين؟ مع الدائرة. إذا لو أنت إجيت اعتبرت هذه زائد 8 فولت، فبالتالي لما بتطلع بهذا الاتجاه إيش هتقول؟ سالب سالب 8، بعدين كمل معايا زائد I في مين؟ في R زائد المرة هذه 2 فولت إيش بيساوي؟ بيساوي 0. مين المجهول الوحيد عندك؟ الـ R. فالـ R في الحالة هذه إيش بتساوي؟ هتساوي 8 لأنه بوديها على الطرف الثاني ناقص 2 تقسيم قيمة التيار اللي هو 20 ملي أمبير، فهتطلع قيمة المقاومة بالإيش؟ بالكيلو. خلينا نشوف الحل السؤال مع بعض. طبعا احنا عملنا مع هاي الدائرة المرة الثانية مش هرسم لك اياها زي كده، لأن على طول هتعرف انه هذه عبارة عن الدائرة مكملة زي كده. اما تاخدش نقول والله زائد 8 زائد 2 فولت، يعني ما حاول تفهم ايش الموجود امامك، لانه هذا النوتيشن الجديد اللي احنا اعتمدناه من المحاضرة اللي فاتت، قلنا هنعتمده من هنا وطالع في التعامل مع الدوائر الالكترونية. لذلك اذا انت بتعرف انه التيار تبعك بيساوي 20 ملي امبير، فاوتوماتيك لو طبقت القانون تبعك هتقول 8 فولت ناقص 2 فولت هي 6 فولت تقسيم ايش؟ تقسيم قيمه ار. فبامكانك الان تقول ار تساوي 6 فولت على 20 ملي امبير، وفي النهايه تحصل على لما بتحولها الى من كيلو اوم الى اوم تطلع معك بالاوم 300 بالضبط. إذا أنت بتروح تشتري مقاومة 300 أوم تشبكها على الدائرة، هيك بتضمن أنه أنت في هذه الحالة موجود في السيف سايد، والتيار الذي يتدفق لا يتجاوز الـ 20 ملي أمبير. قد تتعرض إلى مشكلة تقنية، وهي أنه إحنا طبعاً الآن ما فيش مشاكل. ليش؟ لأنه البيك إنفرس فولتج للديودين 3 فولت، والتنين بيشتغلوا على كم؟ على 2 فولت. فبالتالي مجرد ما يتعرض الديود الى 2 فولت فالديود الثاني مش حيكون في اي خطوره. الكتاب بيطرح عليك قضيه تقنيه لما يكون عندك احد الديودات اللي هو الديود الازرق. الديود الازرق التيرن اون فولتج تبعته 5 فولت، فالان معناته انه الديود الاخضر في حاله الريفرس بايس حيكون عنده جهد 5 فولت، وهذا يفوق الريفرس انفرس فولتج 3 فولت، فبالتالي حينحرق. فطرح
حل هذه المشكلة من خلال إضافة مقومات وبعض الدوائر. أتمنى أنك تقرأها وتفهمها وتحاول تعطيني تفسيرك كيف حل هذه القضية. وهي طبعا من الشغلات اللي ممكن تواجهك في تصميم الدوائر الكهربية، لأنك أنت بتتعامل مش شرط أخضر وأحمر، ممكن يكون عندك أخضر وأزرق غير هيك. خلينا المهم نكمل بقية الأسئلة، وأنا طالب منك بالذات أنك تشوف لي تفسير هذا الكلام عشان ترجع للكتاب وتقرأ بعد حل هذا السؤال كيف عالج هذه القضية. إذا فهمت كويس ضع تعليقك على المقطع الفيديو تبع اليوتيوب واكتب انه حلها بالطريقة 1-2-3. خلينا نشوف السؤال اللي بعده. لدي في هذه الدائرة سيليكون دايود ولايت إميتينج دايود لونه أخضر جرين، وانت بتعرف انه السيليكون دايود التين اون فولتج تبعته هي 0.7، اما بالنسبة للجرين فهو قد يكون 2 فولت 2.2 من عشرة حاجة زي كده، من الناس الرقم بالضبط، أو 1.8 من عشرة. 1.8 من عشرة هذا الأحمر. المهم إنه بيختلفوا عن بعض، أوكي؟ طالب منك تحسب الـ V نود للنتورك. إيش الـ V نود؟ قيمة الجهد في هذه النقطة. إحنا الآن أول خطوة بعملها لحل مسائل الديودات لما بكون على الدي سي بدي أشوف هل هم في حالة الـ On ولا حالة الـ Off. فماذا تحكم على الموضوع؟ لأول وهلة بقول إنه التنين في حالة الأون، لكن عمليا لو أنت عملت هذه التجربة في البيت أو في المختبر، لو كان عندك إلكترونيك كيت وشبكت الديودات وحطيت عليهم جهد، هتلاقي التيار مر في السيليكون دايود وعطالك جهد وقيمة للتيار عند المقاومة، والدايود الأخضر لم يضيء. هقول لك ليش السبب. الدايود الأخضر التيرن أون فولتج تبعته الـ VNE عند 10 فولت، وهذا عند 0.7. الآن الـ 12 فولت هذه قد تعتقد أنها جعلت التنين يضيئوا أو يشتغلوا لأنه forward bias، كلامك صحيح، لكن هذول التنين على التوازي، فلا يجوز أنه هذا يكون عند 0.7 وهذا عند 2 فولت، هيك بصير فيه عندك contradiction. فعشان يكونوا على التوازي لازم يكون الجهد واحد. فماذا يحدث عندما يبدأ الجهد في التزايد؟ طبعا انت اول ما بتشغل البطاريه بتشغل المفتاح، الجهد لازم يمر من الصفر ويضل طالع زي كده. اول ما يضوي الدايود السيليكون يصير اون، فيثبت الجهد على دائره التوازي عند 0.7، وبالتالي هذا لن يصل الى ال 2 فولت تبعته، حيضله على مين؟ على ال 0.7. مهما انتظرت من زمن ومهما انتظرت من وقت حيضله هنا ايش؟ على 0.7. إذن لن يعمل الدايود الأخضر، وبالتالي في الحالة هذه أنا بتعامل مع الدايود الأخضر على أساس أنه إيش؟ open circuit، وبالتالي عندي 12 فولت وهنا عندي 0.7 وهنا عندي إيش؟ V نوت. بطبق قانون كيرشوف مرة تانية، الـ 12 فولت بتنزل زي كده بصير بطارية، فبصير عندي سالب 12 زائد 0.7 زائد V نوت بيساوي صفر. إذن الـ V نوت هي عبارة عن 12 ناقص 0.7، هذا قيمة الجهد. وبالتالي هذا السؤال يجعلك تفكر مليا انه انت تتعامل مع قطع الكترونية لها كاركترستيك مختلفة عن بعض. اما بالنسبة لما كنا نتعامل مع المقاومات فكلها ايدنتيكال، اذا مر هنا تيار بمر في الثانية تيار، بغض النظر انه ما فيش عندي حاجة اسمها اون اوف. لو كانوا مقاومات، لو كان هذا مقاوم وهذا مقاومة، فيش حاجة اسمها تيرن اون وتيرن اوف. فالجهد بيثبت على التنين وبمر تيار يتناسب عكسيا مع قيمة المقاومة. اوكي، اما بالنسبة للدايود الموضوع مختلف. فستكتشف انه الجهد سيصل الى 0.7، الثاني مش حيشتغل ولكن الاول حيشتغل، وفي الحالة هذه زي ما انا قلت لك يبقى الدايود في حالة الاوبن سيركت، اذا التدفق التيار حيكون في هذا الاتجاه، وبالتالي بصير عند قيمة الجهد في نوت هي 12 ناقص 0.7 بيعطينا قيمة 11.3. إذن كل سؤال من هذا المسألة عمله إيش بيعمل؟ بيزيدك خبرة وقربا من التعامل مع الدايودات. ننتقل إلى المسألة هاي، وهنا لدينا مصدر جهد 20 فولت وعندي دائرة كهربية من 2 لوبس، وعندي الدايود الأول في حالة انحياز أمامي والدايود الثاني في حالة انحياز أمامي. بمجرد ما أطلع على الديودين هدول سأكتشف انهم في حالة الـ On State. اذا من المنطق
انه يطلب مني ايجاد اي 1 اي 2 واي دي اللي هو اي 1 اي 2 واي دي اللي هو في الوسط. بمجرد ما اطلع على المقاومه ار 1 اللي هي 3.3 كيلو فولت الكيلو اوم فحددته الثاني هذول جمعتهم عقدتين هذه عقده وهذه كلها ايش؟ عقده. اذا هذول الاثنين موصلين مع مين؟ على التوازي. طالما موصلين على التوازي معناته الجهد الذي سيظهر على الديود دي 2 هو نفس الجهد اللي على مين؟ على المقاومه. اذا عرفت الجهد اللي على الديود وعرفت الجهد اللي على المقاومه هتعرف التيار. اذا اول خطوه بعملها اني انا بعيد رسم الدائره الكهربيه بعد ما اتاكد انه هم الاثنين في حاله الاون ستيت فبتصير الدائره الكهربيه انا جبت المقاومه هنا عشان اورجي لك انها كما انت متعودها دائما انه هذا على التوازي مع هاي. فبالتالي اول خطوه بجيبها بقول بما ان اي 1 تساوي في كي 2 اللي هي 0.7 على قيمه المقاومه 3.3 اذا التيار تبعي 212,000 ملي امبير. في اسهل من هيك؟ اذا هنا انا استفدت من خصائص الديود واستفدت من الابروكسيميت موديل في جعل الديود قيمته 0.7 وبالتالي اول تيار جبته بهذا الشكل. فنيجي الان للتيار اي 2 حسب ترتيب السؤال. التيار اي 2 ايش بقول لك؟ طبق قانون كيرشوف عشان تجيب اي 2 ناقص 20 فولت زائد 0.7 زائد 0.7 زائد في 2 بيساوي ايش؟ بيساوي صفر. المجهول الوحيد هو مين في الحاله هذه؟ اي 2. اي 2 ايش بتساوي؟ بتساوي في 2 على ار. اذا انت جيب لي في 2 في الاول من خلال قانون كيرشوف فبصير عندك في 2 بيساوي جهد البطاريه ناقص جهد الديود ناقص جهد الديود بضل عندك 18.6. اذا الجهد اللي على المقاومه هو ما تبقى من جهد التشغيل اللي على الديودين. لو كانوا ثلاث ديودات اربع ديودات حتضلك تطرح. اوكي؟ فبالتالي التيار الذي يتدفق في المقاومه ار اي 2 ايش بيساوي؟ في 2 على ار 2. وهذا الكلام بيجعلك تتذكر اللي اخذته في دوائر كهربيه واحد وقانون كيرشوف. ايوه اوكي بس هنا اسهل شوي. هنا بالنسبه للتيار بيطلع 3.32. اذا عرفت التيار الاول عرفت التيار الثاني بتجيب التيار اللي هي في الوسط. العقده اللي تحت او العقده اللي فوق تقدر تطبق عليها سميشن اوف كرنت بيساوي زيرو. فبالتالي ايش بتقول؟ انه اي 1 زائد اي دي 2 بيساوي اي 2. فبالحاله هذه اي دي 2 حتطرح اي 2 اللي طلعت ناقص اي 1 بيطلع 3.11 ملي امبير. هذول مجموعه من المسائل والتمارين على مين؟ على توصيل الدوائر الكهربيه التي يكون فيها دايود. واللي خلاني ارتاح في حل هذه المسائل انه انا استخدمت الابروكسيميت موديل. في الابروكسيميت موديل قال لي اعتبر المقاومه بتساوي صفر، لكن لو استخدمت الموديل اللي بعده اللي هو الموديل الادق ايش بقول لي؟ بقول لي دخل المقاومه. فبالتالي بصير عندك لما بتغير التيار بتضافه في الدائره الجهد بتغير، وبالتالي في انا عندي هنا حاجه بسميها الار افريج. بالتالي لو انا كنت بتعامل مع الار افريج بدل الدايود هذا ايش بدي احط؟ بدي احط تو كومبوننت ال 0.7 زائد الار، وبالتالي حضيف مقاومه هنا وحل الاسئله بهذا الشكل. لكن انت الان مش مطالب انك تحط المقاومه، انت كل المطلوب منك انك تعتمد على الابروكسيميت موديل، لكن كن واثق انه النتائج اللي انت حصلت عليها بالابروكسيميت موديل قريبه جدا لو اعتبرت المقاومه. كل اللي حيتغير عليه بدل ما هذه 0.212 ممكن تطلع معك 0.19 وهو رقم قريب جدا من مين؟ من قيمه التيار اللي طلع. فبالتالي ادخال المقاومه حيزيدك تعقيدا. احنا في منهج مبادئ الكترونيات لطلبه سنه اولى بدناش نتعبكم كثير. انا اهم شيء تعرفه انك تحصل على ارقام قريبه وتعرف متى الدايود بيكون اون ومتى بيكون اوف. حاول على الاقل تحل سؤالين من هدول المسائل حتى لما نبدا في المحاضره رقم 10 نكون فاهمين ماذا يحدث لما بتعامل مع تيار متردد وباور سبلاي متردد وكيف الاشاره حتتغير. من هنا بيبدا ايش؟ تبدا عمليه الجلب. حتى ذلك الوقت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.